الله أكبر الله أكبر الله إننا بحاجة إلى أن نقف مع تركيا التي احتضنتنا أيها السادة. اليوم العملة التركية وصلت إلى قرابة 500 ليرة مقابل 100 دولار. هل تظنون هذا من فراغ؟ هل تظنون هذا من فراغ؟ دولة عظمى تأمر منظمة البوسياد أن تسحب مدخراتها فتسحب 500 مليار دولار في يوم واحد. دولة عظمى أخرى تأمر دولة صغيرة أن تشتري بنكا جبارا له أكثر من 200 فرع في العالم وأكثر فروعه في تركيا، فتقوم هذه الدولة الغنية الصغيرة بشراء هذا البنك ثم تقوم بتجميد الأموال. لماذا؟ أنا أقول لكم لماذا؟ لأن تركيا استطاعت أن تشب عن الطوق. تركيا هي اليوم، وأقولها بصراحة، الدولة المؤهلة لقيادة العالم الإسلامي. تركيا ليست دولة تأكل وتستهلك، ليست دولة مستهلكة. تركيا اليوم دولة هي الأولى في الكثير من الصناعات على مستوى أوروبا أحيانا وعلى مستوى العالم أحيانا. تركيا اليوم قوة اقتصادية ضاربة، بمعنى بالمفهوم الغربي بالمفهوم الصليبي هي قوة إسلامية صاعدة. وعندما يأتي عام 2023 ويتم إنهاء المعاهدة التي كبلت تركيا من قبل المنتصرين في الحرب العالمية الأولى من قبل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، تلك القوى التي انتصرت على الدولة العثمانية وفرضت عليها شروطا، ومن هذه الشروط ألا تمتد يدها إلى خيراتها في أرضها، من هذه الشروط أن تمر السفن من دول العالم كله فلا تتقاضى تركيا ليرة واحدة أو دولارا واحدا على ما يدخل عليها من سفن من مضيق البوسفور الذي هو في قلب أرضها. عندما تنتهي هذه المعاهدة، عندما تنتهي ستصبح تركيا دولة عظمى أكثر. الآن هي دولة عظمى إقليميا، ستتحول إلى دولة عظمى عالميا. تجاوزت الوقت، لكنني بحاجة إلى أن أوصل هذه الرسالة. لو أن الأتراك أغلقوا حدودهم لكان كثير منا سجينا أو قتيلا أو مقتولا ولده أو زوجه، ولكنا في السجن الكبير الذي يحكم عليه طاغية الشام بالموت، لكنه سيذهب بإذن الله وسيكون عبرة لمن يعتبر. تركيا فتحت بلادها للسوريين، للمصريين، للعراقيين، للفلسطينيين. هناك 10 جاليات سورية مضطهدة تعيش في تركيا اليوم بحرية بأمان. تركيا بحاجة منا اليوم أن نرد جزءا قليلا بسيطا من الجميل، وأنا لا أجامل، أنا أتحدث من أعماق قلبي ومن قناعة فكري، والله على ما أقول شهيد. لا أجامل، ليس لأنني في تركيا أعيش أبدا،
وما اقتربت من مسؤول تركي أبدا، وما التقيت أبدا إلا في اللقاءات العامة، وما اقتربت منهم على سبيل الخصوص. لكنها تركيا، مشروعها مشروع أمة، نهضتها نهضة أمة، قيامتها قيامة أمة، عزتها عزة أمة، سقوطها لا سمح الله سقوط أمة أيضا. لذلك أنا مع ذاك المشروع الذي يقول أخرج ما في جيبك من الدولارات واذهب إلى البنوك وأبدل هذه الدولارات بليرات، حتى ولو كنت ستخسر شيئا في من مالك فيما لو أنك أنفقت هذا المال بعد شهر، لكنك عليك أن تتذكر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عليك أن تتذكر أن لتركيا دينا عليه. عليك أن تتذكر أن الذي يحارب تركيا هي القوى الصليبية والصهيونية، وأن نصرتك للقدس هي نصرة لتركيا، وأن نصرتك للإسلام هي نصرة لتركيا، وأن تبدل الحال لا سمح الله سيعني أنك أيها السوري والعراقي والمصري والفلسطيني أمام هجرة جديدة ستضطر إليها. إلى أين؟ لا يعلم ذلك إلا الله. فانتبه وكن أهلا لهذه المسؤولية، قف على قدميك وقدم ما تستطيع، ولا تقل ماذا يفعل دولاري وماذا تفعل 100 دولار. تفعل على الأقل أنت تظهر مروءتك وانتسابك لإسلامك، على الأقل أنت تقدم عذرك أمام الله سبحانه وتعالى أنني يا رب فعلت ما أستطيع. افعل ونطلق من البيت الشامي ومن كل بيوتنا ومن كل مؤسساتنا وعلى لسان كل غيورينا هذا المشروع، أخرج ما في جيبك من دولارات، وأخرج ما في جيبك من يورو، وأخرج ما في جيبك من عملة صعبة، قدمها للبنوك التركية، وضع في جيبك ليرة تركية، قوي التعامل بالليرة التركية، كن أمينا، كن وفيا لهؤلاء، كن وفيا لدينك قبل ذلك، وتذكر أن الحرب ليست على تركيا خاصة، الحرب هي على الإسلام، على الإسلام. لم تترك أرضا، لم تترك جانبا، لم تترك صحيحا، لم تترك سيرة، لم تترك نبيك، لم تترك زوجات نبيك، لم تترك جزئية من دينك إلا وتريد أن تأتي عليها. لكننا نقول لهؤلاء قل موتوا بغيظكم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.